حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه أحد إلا من دعا الله كدعاء الغريق، من هو على قرب من الغرق كيف يكون دعاؤه لله عز وجل؟ قال: سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه أحد إلا من دعا الله كدعاء الغريق.